أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في لقاء جديد من حديث اليوم، ونسعد كثيرا في حديث اليوم أن نلتقي بعضو المكتب الطبي بغرفة طوارئ شرق النيل دكتورة لينا لطفي. دكتورة لينا مرحبا بك عبر برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا، ويعني نشرتم بالأمس في صفحة غرفة طوارئ شرق النيل أنكم سجلتم حالات إصابة ووفيات بحمى الضنك كده. بداية حدثينا عن حالات الإصابة ومدى انتشارها في المنطقة التي تم تسجيلها حتى الآن. السلام عليكم استاذ عبد المنعم، سعيده جدا بتواصلك مع المكتب الطبي لغرفه طوارئ شرق النيل. تفاصيل الحالات كما وردت في البوست انه نحن تم تسجيل 32 حاله. حاليا الحالات تم تسجيلها في منطقه صوب الشرق بشرق النيل. تم تسجيل 32 حاله، 7 بيناتهم اطفال، 18 ذكور بالغين، 15 حاله كانت اناث بالغين. من ضمن الحالات المسجله ال 32 حاله حدثت 6 حالات وفيات، 3 كانوا اطفال، واحدة سيدة، 2 ذكور بالغين. من بين الحالات اللي حصلت لها الوفيات دي للأسف في حالات وصلت مرحلة النزيف، اللي هو آخر مرحلة ممكن يصل العيان من حمى الضنك، اللي هو حمى الضنك أصلا معروف إنه هو واحد من الحمم النزفية. آخر مرحلة فيه اللي هو مرحلة النزيف، اللي هو وصل عدد من الحالات دي. بخصوص الوضع الصحي كعموم فهو متهالك جدا، يعني خصوص فيما يعني بحمى الضنك والتعامل معها وهكذا. نعم دكتورة، يعني ما هي الإجراءات اللي اتخذها المكتب الطبي لغرفة الطوارئ للتعامل مع الحالات المسجلة حتى الآن؟ صراحة زي ما ذكرت الوضع الصحي يعني متردي وسيء جدا في انه نحن نجابح يعني حمى الضنك، ابتداء من الاجراءات الوقائية اللي ممكن تحصل. يعني للأسف حمى الضنك هي عدوى فيروسية، الاجراءات الوقائية فيها ممكن نحن نقدر نقول مهمة، اذا حصلت فبعد ده بيبقى انه بس العلاج سبورتيف، انه سواء انه يتم تخفيض درجة الحرارة للعيانين، تعويض سوائل اذا وصل مرحلة النزيف، يعني يتم نقل الدم للمرضى. فللأسف يعني ابتداء من التشخيص حقها في شح في الموارد، شح في الفحوص، المعينات اللازمة للتشخيص اللي هي وسائل الفحص رقم واحد، رقم اثنين شح ذاته في الموارد العلاجية، لأنه هي ممكن تغطي الحالات، وإنه توفير البنادول، دربات البنادول، الدربات اللي ممكن المحلل الوريدين ممكن ياخدوها. للأسف هسه حاليا الحالات مسجلة في منطقة ما فيها أصلا ذات وحدة صحية ممكن نقدر نقول فيها ما فيها خالص، مش نقدر نقول ما فيها خالص بنك دم إذا الحالات يعني دي وصلت مرحلة النزيف. وإضافة على يدين جاتوا عشان يصلوا بيهم منطقة تانية ممكن تتوفر فيها الحاجة دي صعوبة الحركة، إضافة على إنه أصلا حتى المستشفيات العاملة ذاتها في شرق النيل لأن هي ذاتها متوفرة فيها بنوك الدم، للأسف برضو بتعاني من شح في الموارد ابتداء من أكياس الدم، لأنه ممكن يعني يتم بيها يعني اللي هي الوسيلة لنقل الدم ذاته وللتبرع، إضافة لأنه ذاته التأكد من سلامة الدم المنقول وهكذا، كله بعاني فيهم شح الموارد. حمى الضنك زي ما ذكرت إنه هي عدوى فيروسية والعلاج فيها بيكون سبورتيف، عشان كده الدور الرئيسي يكمل ممكن نقول في الإجراءات الوقائية. وللأسف جدا يعني زي ما عارفين إنه حاليا فصل الخريف، البرك الموجودة يعني فيها الموية بكميات كثيفة ومتجمعة اللي هي بتساعد على توالد البعوض ذاته، إنه هي حينقلية حمى الضنك بين المواطنين. للأسف ما في ناموسيات متوفرة يعني نقدر نقدمها لسكان المنطقة عشان يجابهوا بيها انتشار المرض. كذلك برضو يعني إنه النوع المعين من البعوض المسؤول عن إنه ينقل حمى الضنك للأسف إنه هو يعني بيكون نشط خلال الفترة النهارية، فما في يعني حملات الإصحاح، أو يعني نحن ممكن نقول حاتكلم لك في إنه الإجراءات إن إحنا قلنا نعملها شنو، لكن ضمان استمراريتها في ظل شح الدعمات لأنه هي ممكن تغطي الحاجة دي للأسف يعني ما في وضعيف جدا. لهنا مفترض تكون في حملات إصحاح بي اللي هي من الرش، فحيكون مطالب بإنه نحن نوفر معينات الرش، الأدوية بتاع الرش، طرمبات الرش وهكذا يعني. فحأذكر في الإجراءات إن إحنا عملناها عشان نتفادى، لكن للأسف ضمان استمراريتها يعني مفقود، أو نقدر نقول بنسبة 0% بالنسبة لشح الدعومات، يعني لأن هي اللي بتدعم القطاع الصحي أو بتدعم الحملات دي، أو أصلا تعين على إنه نحن مثلا نقدر نوفر الناموسيات
ونوفر المعينات الإصحاح البيئي كلها. نعم، أكيد هناك تحوطات يعني مطلوبة لمجابهة حمى الضنك في مثل هذه الظروف، كده حدثين عن أهم هذه التحوطات التي يجب أن يتم اتخاذها. التحوطات الصحية إن إحنا هسه حاليا في مقدورنا رقم واحد يعني نمشي بها خطوة كحاجة طارئة لمجابهة حمى الضنك في منطقة صوب الشرق، تقدم لهم دعم طاري من غرفة طوارئ شرق النيل بحيث إنه يوفر لهم معينات التشخيص، يحاول يوفر استق من العلاجات اللي هي محتاجينها لحالات حمى الضنك دي. تتعامل حملة إصحاح بيئي من رد للبرك وحملة رش و أيوة حملة رش ورد من البرك. للأسف ما بمقدورنا إنه نحن نوفر الناموسيات للمنطقة دي. إضافة على ده زي ما قلت إنه حتى يعني المبلغ اللي إنه تم توفيره يعني غالبا يوفر حملة رش مثلا لمرة واحدة للمنطقة كعموم يعني، أو يمكن ذاته المرة الواحدة دي ما يغطيها بالصورة المثلى. فعلى الأقل الحملات الرش مفترض تكون بصورة أسبوعية في المنطقة لحين انتهاء فصل الخريف. دي كحملة يعني لمجابهة حمى الضنك. إضافة على ده ساعين على تقصي الحالات ونحاول نعكسها إعلاميا حيث أنه نلفت النظر لكل الناس اللي بتشتغل يعني على القطاع الصحي أن ممكن توفر المعينات توفر الدعومات. نخترق بتحديث الحالات ويتم عكسها إعلاميا ويتم الإيصال لكل الجهات يعني أن ممكن تعين على الحالة دي. فصراحة من هنا وعبركم عبر راديو دبنجا نحن يعني بنناشد كل المنظمات الصحية وكل المنظمات اللي بتدعم الخدمات الصحية وكل الناس اللي ممكن يعينوا سواء إنه يشتغلوا على الحملات الإصحاح البيئي، توفير معينات التشخيص، توفير العلاجات، نناشد إنه يعني بدعمهم لغرفة طوارئ شرق النيل وللمراكز الصحية في صلة تعاون معاهم. هل هناك أمراض أخرى تم تسجيلها في منطقة شرق النيل؟ يعني ملاحظ في الفترة الماضية أنه الوضع البيئي بسبب الخريف ساء بشكل كبير جدا، فهل هناك تسجيل لأمراض أخرى في المنطقة جراء هذا الوضع البيئي المتردي؟ طيب فيما يعني الوضع الصحي كحموم زي ما ذكرت معلش انا حذفت الريكورد في تفاصيل حبيت اوضحها اكثر. هو زي ما ذكرت انه في تسجيل يعني بكثره او اكثر الحالات المنتشره وقاعد يتم تسجيلها هو الامراض المرتبط انتشارها بالخريف يعني من ملاريا لاسهالات بشتى انواعها من جارديا ميبا دسنتاريا، عندنا حمى التايفويد برضو منتشره بين المواطنين، التهابات في البول، تفشي واضح لفقر الدم بين المواطنين. يعني كثير من المراكز الصحية اللي بصدد المتابعة معاهم بيذكروا لنا إنه يعني تفشي حالات فقر الدم بين المواطنين، كبار، صغار، أصحاب الأمراض المزمنة، العلاجات حقتهم ما متوفرة، عندنا حالات سوء التغذية متفشية بين الأطفال، كان في حالات عشاء ليلي تم تسجيلها في ريف يوم ضوم بان في منطقة عيد بابكر، حالياً تم ذكر ظهوره في منطقة الجريف. يعني وضع صحي صراحة كارثي يعني ما نقدر نقول حنو حاجة غير كده. في ورقم من كده يعني ما دينا نعاني من شح الموارد الفظيع يعني لأنه ما قادر يجابه ولا أبسط يعني الحوجات اللي إنه يعني مطلوبة في المراكز الصحية وفي في المناطق دي. إضافة لأنه أصلا ذاته يعني صعوبة التواصل مع المناطق دي ما متاح إنه دائما إنه نحنا نكون يعني قادرين نعرف المستحدثات دي مثلا on daily base أو إنه كده يعني أحيانا يهو الأمطار تعيق إنه الناس مثلا يصلوا خدمات الستارلينك عشان مثلا يورونا أو يوافونا بالحاصل شنو. أيوة تكلمت عن مياه الشرب إنه مثلا عندي في منطقة حلة كوكو الناس بيمشي يجيبوا الموية من النيل مباشرة عن طريق الكارو أو الموية، وفي الموية بتكون ملوثة جدا وبيعانوا من مشكلة إنه يعني إسهالات كثيرة مرتبطة بتلوث المياه ده. فصراحة يعني الوضع الصحي ما يقال عنه زي ما قلت لك غير إنه هو كارثي. شكرا، شكرا جزيلا لينا لطفي عضو المكتب الطبي بغرفة طوارئ شرق النيل، شكرا لك جزيلا على ما تفضلت به لراديو دبنجا، وشكرا لكم أنتم سامعين الكرام. إلى أن نلتقيكم هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.